السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جديد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرمين. اوعى تنسى انزل تشترك في القناة، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، شرفني ونورني محمود مرعي من المحلة الكبرى، طبعا جاي لي من آخر الدنيا يا جماعة عشان يشتري أرانب، والحمد لله فضل من ربنا قدرنا نوفر الطلبية بتاعته وقدرنا ندول الأرانب بتاعته يا جماعة. وطبعا يعني جاي مشوار وجاي بعربية ثقة في القناة وثقة في أبو نرمين، والحمد لله فضل من ربنا ودخل خد 10 أرانب، 9 نتيان وذكر، صح؟ تسع نتيان وذكر، فضل من ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نوفر له الأرانب بتاعته. سلوك كويسة جدا يا شباب. طبعا معانا محمود مرعي، بقى فضل أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر الأستاذ أبو نرمين على الحاجة الكويسة ديت. بسم الله ما شاء الله، حاجة 10/10 مفيش كلام، وربنا يعيننا ويقوينا وتبقى معرفة خير إن شاء الله. أبو نرمين ربنا يوفقك كده ويبارك لك يا رب، وتبقى فاتحة خير عليك، ربنا يرزقك منهم. وبسم الله بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كويسة جدا يا جماعة، والله ربنا يبارك فيهم. وهو دخل في قلب المكان زي ما شايفين كده واختارهم بنفسه، يعني حتى كان فيه برضه لسه فيه بقية الشغل بتاعه هناك اهوت، ذكر شنشلة وانتيتين، برضو اختارهم والحمد لله فضلا من ربنا. كنت انا سايبهم بقال لي ايه اخدهم، ما يغلوش عليه بصراحه، يعني الله يغلو عليه. الله يعزك ابو نرمين، وربنا يجعلها فاتحه خير عليك، وربنا كده وفاك وانت شرفتنا ونورتنا. انا شرفت بيك والله ابو نرمين، ربنا يكرمك يا رب. شرفت بيك، وحاجه بتتكلم عن نفسها يعني مش عايزه اي كلام. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك له. طبعا هو اختار السولاد ده يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، ده شايفين اهوت الفلاين، تمام، حاجات ما شاء الله جميله جدا. واختار الشنشله، واختار البابيون معانا هنا بالكاميرا، واختار دوتش الهولندي، حاجه بسم الله ما شاء الله، حته جميله جدا يا شباب ديت ما شاء الله. ما شاء الله تمام اهو، زي ما انتم شايفين حاجات بسم الله ما شاء الله، حاجه كبيره، كعب نظيف، الكف العريض ما فيش جرب ما فيش اي حاجه زي ما انتم شايفينها يا شباب، الشعره الناعمه، حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني هو اختار حاجات بسم الله ما شاء الله، حاجات على يعني على مستوى زي ما هو عايز. هو طبعا هو كان جاي يعني في اعتقاده ان الحاجه مش هتبقى مثلا، فهو لقى الحاجه احسن مكان هو متصور كمان. حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه بسم الله ما شاء الله، بتتكلم عن نفسها وطبعا الله يبارك. اختار بيكسي برضه يا جماعه ان شاء الله، بيكسي الالماني اللي الناس كلها، يعني في ناس تقول لك ايه الارنب الاسمر، ايه رايك في الارنب الاسمر الاول؟ ده بسم الله ما شاء الله، حاجه عاليه. الارنب الاسمر على راي الشيخ سامر، حبيب قلبي الشيخ سامر، بيسميه الارنب الصعيدي، يعني الارنب الاسمر بيقول عليه ارنب الارنب الصعيدي. السعيد هنعمل حلقه مع الشيخ سامر نازله امبارح، واتكلمنا برضو محمد فنان مسك الارنب بالبكر الاسمر وقال لك ده الارنب الصعيدي، يعني بمعنى اصح الارنب اللي بيتحمل درجات الحراره العاليه، ويتحمل يعني تغيرات الجو من برد للشتاء وصيف، فهو بيتحمل يا جماعه. وطبعا انت شرفتني محمود مرعي الشاب ابن المحله اللي عنده يعني ابتسامه جميله بجد، الله شرفني واختار الحاجه والله العظيم، وكل نيه صافيه الحمد لله فضلا من ربنا. الحمد لله انت اخ كبير ابو نرمين، ربنا يكرمك وربنا يا رب كده يجعلها فاتحه خير عليك، وان شاء الله ان شاء الله وعد من ابو نرمين ليك في المحله باذن الله، اكون انا سبب في تسويق الشغل بتاعك ان شاء الله في المحله، لان انت واخد سلالات من عند ابو نرمين، فشيء طبيعي هيكون في ثقه في السلاله اللي عندك، ان اقدر ان انا اسوق لك شغلك وسلالاتك في المحله باذن الله. الله والله ده وعد مني ان شاء الله، طول ما انت يعني طول ما فينا نفس باذن الله اقدر اني اسوق لك الشغل بتاعك. لو نرمي مثلا عندي 20 سلاله، عندي 50 حته مثلا، عندي 100 حته احلال للبيع، سلالات الناس تشتغل بيها، تعرف تاكل من وراها عيش، هتواصل معايا تواصل معايا ان شاء الله، واقدر اني اسوق لك شغلك لمحبين ابو نرمين اللي موجودين في المحله واجوار المحله، لان يعني انت بصراحه قطعت مشوار كبير. فانا مش عايز برضو يعني يتعب حد تاني، يتعب ويجي المشوار ده كله ماشي عشان خاطر ياخد مثلا ارنبين او 5 أو 10 او الكلام ده، اما يكون ارنب ابو نرمين موجود في المحل عندك بيكون يعني حاجه كويسه جدا، مقرب المسافه للناس، مقرب المسافه للناس، بحيث ان ايه الناس تقدر تشتغل، تقدر ان ايه توصل للهدف بتاعي باقل التكاليف، لان انت ماشي صرف عربيه وجايب عربيه اخر الدنيا ومصاريف والكلام ده. فالارنب يكون عندك يا عم محمود في قلب المحل، تمام اي صح، هيكون ايه الارنب قريب، يكون الارنب قريب من نفسي والله يشاركنا اللقاء نفسي، يعني الارنب يكون قريب من الناس. انا بفرح جدا لما حد بيكلمني يقول لي ابو نرمين انا هنزل فيديو النهارده واحد اسمه اسلام من شبرا، من شبرا في ناس كتير جدا بيكلمني واحد من القاهره عايزين ارانب، بس المشوار عليا لما يجي من القاهره بقى والجيزه وكده يجي لحد هنا مشوار طويل، جو حر، ممكن الارنب
يتعب منه في الطريق. انت لما كان قلت لك تعالى امتى؟ بعد العصر. بعد العصر ليه؟ في التراويح عشان خاطر المشي بالليل بالنسبه للارنب تمام بيكون مريح عشان الجو بقى طراوه على الارنب. اما في الحر الراجل اللي هيجي من الشغله دي عايز يجي بالنهار عشان الطريق عشان ما يتاخرش في الطريق بالليل. وطبعا هيجي مواصلات فطبعا بالمشي بالليل مش عارف يمشي بالليل. فبقول له المشوار بعيد عليك تمام. فطبعا انت جايب عربيه مخصوص وجاي جاي قلت لك تعالى بالليل اخر النهار بحيث انه ايه الارنب لما يتنقل بالليل يكون الجو حلو عليه ما يتعبش ايه ما يتعبش من. طبعا نتفرج على السلالات تاني واروح نتفرج على بيت السلالات بتاعته اللي هو اختارها. يلا بينا. السلام قرب الكاميرا كده عليها. شغل عالي يا جدعان الشغل ده والله. طبعا ده يا شباب السلالات اللي هو اختارها بسم الله ما شاء الله تمام اهوت. دولت سبع ناس واختارهم بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا شباب حاجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نوريكم على بيت ايه بيت الشغل اللي هو اختار. طبعا انت يا جماعه اللي هو اختارها برضو اهيت بسم الله ما شاء الله. وادي النتايه الثانيه تمام بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا يا شباب. وادي الذكر الشنشلي اهو حاجه ما شاء الله جميله جدا تمام. طلع كده طلع كده اسلام الذكر ده كده طلع الشغل ده فوق نقره البطاريه الثانيه بسم الله ما شاء الله يا جماعه حاجه جميله جدا ما شاء الله اهوت ما شاء الله. شوف الذكر عامل ازاي يا شباب حاجه ما شاء الله جميله جدا الله يبارك له فيه بسم الله ما شاء الله حاجه جميله حاجه مستوى عالي بمعنى اصح. شايفين الودان وشايفين الشغل بسم الله ما شاء الله. وادي طبعا الريكس هطلع طلع النتايه الثانيه. شايفين يا جماعه شايفين الذكر يا جماعه شايفين الذكر شايف الذكر رايح عاملتها ازاي بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا اهوت. واحنا تحت امر الجميع اي حد ان شاء الله يحتاج ارانب احنا تحت امره نقدر ان احنا نوفر له الكميات بتاعته او العدد اللي هو محتاجه تمام يا شباب. خد بالك بقى هو الذكر عايز يلقح النتيان بسم الله ما شاء الله. على فكره ده ذكر حافظ عليه حافظ عليه بجد والله يا محمود لان ده رزقك ونصيبك بجد والله العظيم حته حته اشوف حاجه ما شاء الله جميل ربنا يبارك لك فيه. يلا نروح هناك هات الذكر في ايدك عشان خاطر الذكر ده شقي بقل ادب خش جوه. بس لا لسه انا خالص خش. ايوه والله زي ما انت. طبعا ده اسلام خد يا اسلام بقى وجه الرساله اللي انت عايز تقولها للمتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه على النبي. ذكر قدامنا اهوت رجل كف عريض. ثواني بقى كده ثواني كده بقى. انت يا اسلام لما جيت تستلم الارانب او جيت تفحص الارانب اول حاجه دورت عليها ايه؟ اول حاجه دورت عليها ان هو اهم حاجه ما يكونش فيه جرب تمام اي نوع من اي جرب ودان تسمم تمام. بالصلاه على النبي الرجل الكف العريض كف العريض يا جدعان الخصيتين تمام اسفنج يا امك بالصلاه على النبي تمام ماشي بسم الله ما شاء الله. ريح الارنب ريح الارنب والشعرات بتاعته عامله ايه؟ الشعرايه بتلمع والعينين على النبي السرحه العينين بسم الله ما شاء الله. الودان الصلاه على النبي حاجه جميله. الظهر مليان يعني الظهر محمل الظهر مليان ومحمل يعني ارنب النبي. ارنب بمعنى كلمه ارنب. ارنب يا جماعه بياكل من العلب بتاعنا ده علقتنا اللي بنعملها على ايدينا تمام اللي احنا بنتكلم عليها علقه ابو نرمين شيء طبيعي العلف شوف مش عارف مش عايز بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه ما شاء الله. طبعا برضو انا عايزك برضو تشرح الموضوع على الاناث برضو وتشوف انت استلمت النتايه ازاي.
والاهم حاجه في مواصفات النتايج ماشي حطه في العين. انا عايزك برضو توصف للناس انت استلمت النتايج ازاي او ايه بتفحص النتايج ازاي او ايه الحاجات المميزه اللي انت تحبها في النتايج. بحب النتايج بسم الله ما شاء الله، النتايج بتتكلم عن نفسها ما فيش اي غلط الحمد لله، كف العريض، الشعر كثيف من تحت بسم الله ما شاء الله، ما فيش عرقوب الصلاه على النبي، الحوض بتاعها الحوض الواسع تمام، ما فيش جرب تمام، مفيش تسمع، الظهر عريض ما فيش برد طبعا برضو اهم شيء كمان اهم حاجه البرد اهم حاجه البرد كمان يعني البرد يا جماعه البرد في الصيف ده مشكله اهم حاجه برضو ما فيش برد يعني تيجي تبص للارنب معاك كويس جدا وتعرف برضو البرد منين انت محتاج تمسك الارنب تلاقي يعني شعر رجليه من قدام ناشف مش مبلول كده هنا كده مبلول خد لو عنده برد تلاقي هنا الرجل ده غرقانه ميه من هنا كده ليه بقى الارنب كل شويه شغال كده لما يكون واحد عنده قلب بيرشح وكل شويه يمسح كده الارنب بيمسح بايديه ليه فما شاء الله اهو ناشف مش في اي حاجه خالص صلى على النبي تمام وطبعا دي حته بسم الله ما شاء الله الشعر. جميله جدا الشعره السرحة النعمة حاجه ما شاء الله جميله جدا بسم الله ما شاء الله يعني الله يبارك الله يبارك لك برنمين طبعا ربنا يبارك لك في حاجتك بجد والله بجد يعني انا مبسوط جدا ان انت شرفتنا ونورتني طبعا يا جماعه اي حد من عيله ابو نجمين على اليوتيوب ده عيلتي ما فيش حاجه اسمها متابع او مشترك يا جماعه احنا كلنا عيله واحده اسره واحده بنكمل بعض اللي عنده بيكمل اللي ما عندوش واحنا تحت امر الجميع في اي وقت وفي اي حاجه اي حد بيتصل عليا تقول والله يا جماعه انا بتاخر عنه اقسم بالله اي حد بيرن عليا انا بتاخر عنه وان شاء الله الله بيفتح على طول اول ما بيرن بيقوم جاي فاتح على طول ما بيستناش حتى دقيقه واحده الحمد لله الحمد لله طول ما ربنا يعني عطلنا نفس واحنا عاملين القناه دي يا جماعه عشان احنا نساعد بعض هو الغرض من القناه الربح ما فيش حد يقول لك اللي يقول لك انا ما بكسبش يبقى بيضحك عليه لا لازم أكسب. القناه ربح عارف ربح ايه كمان ربح ان الراجل ده يجري من المحل لما لحد هنا ده في حد ذاتها ربح تسويق بمعنى اصح يعني مع القناه اللي يقول لك ان انا عامل قناه على يوتيوب عشان ما بكسبش منها ومش لا يا جماعه ربح اليوتيوب تمام الراجل ده يجي من المحل جاي يشتري منه سلالات طب لو انا ما عنديش تسويق وما عنديش قناه مش عارف ابيع حاجتي هتقف في دماغي مش عارف اشتغل فاليوتيوب بربح والربح الافيد والاصح كمان والاهم من البيع والشراء حب الناس صح حب الناس يعني انا ابويا قال لي خد لك من كل بلد صاحب ما تاخدش من كل بلد عدو لان معلش انا لما كنت نازل المحل ومزنوق في اي مشكله او في اي حوار حصل لي قالوا الحقني يا محمود في كذا كذا انا عندك المكان الفلاني اما تلاقيني مقدم لك السبت هتلاقيك انت نفسك جاي تجري جاي صح ولا غلطان هتلاقيك نفسك جاي تجري صح طبعا ديت كانت حلقه النهارده لقاء مع محمود مرعي الشاب المكافح اللي جاي من المحل ومشرفنا منورني جاي ياخد ارانب والله يبارك له خد بقى اتفضل بقى اختم الحلقه مع الناس شو انت عايز تقول ايه بسم الله والله انا بشكر ابو نرمين على كل حاجه عملها معانا واحلى واجب ابو نرمين بامانه اخ عزيز علينا الصلاه على النبي يعني حاجه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له والله يصلح حاله ويعينه ويقويه يعني لسه ويبارك له بارك له في كل شيء اللهم صل على النبي حاجه بسم الله ما شاء الله وربنا يصلح حالنا ويقوينا كده وتبقى معرفه حلوه جميله نكلم بعض ونروح لبعض ونشوف ونسوق ونعمل ويبقى مشروع خير ان شاء الله علينا ان شاء الله وانا قلت لك وفي اول الحلقه وقعدتك قلت لك وعد مني ان شاء الله محمود طول ما فينا نفس باذن الله طالما سلاله ابو نرمين موجوده عندك في مكانك ان شاء الله نقدر ان احنا نسوق لك واحنا مغمضين بكل ثقه ان احنا نسوق لك المنتج بتاعك والارنب بتاعتك ونقدر نبيع الشغل بتاعك انت بس باسمك هو بتاع ابو نرمين بس باسمك انت عندك تمام بس انت الاصل طبعا لا ربنا يكرمك النجاح منك انت خد بالك معلش اقول لك برضو على حاجه والله لو السوري دي جاي من الطيارات جاي من اوروبا والمربي مش مهتم ومش بيشتغل عمره مش هيشتغل لا مش هينجح عمره ما هينجح العيب يا جماعه الناس مفكره ان الارنب لما الارنب يحصل في اي مشكله او يحصل في اي حاجه مفكره ان العيب من الارنب يا جماعه العيب من المربي ابن المربي يا جماعه زي انت عندك ابنك لو احسنت تربيته ربنا يكرمك فيه ويبقى عيل محترم وهيصونك في وسط الناس عمره ما يعلك في مشكله ولا وقعك في اي مشكله مع حد ودفعك فلوس اما ابنك بقى لو ايه الادب ممكن يعلك في مشكله بسبب غلطه صغيره كده يعني يبقى مالكش لازمه في وسط الناس الارنب نفس الطريقه زي ابنك الصغير ان احسنت تربيته ادالك الانتاج وادالك الشغل ما احسنش تربيته شيء طبيعي مش هتاخد منه اي شيء اي شغل شغل اي شيء طبعا ديت كانت حلقه النهارده لو انت لسه ما اشتركتش في القناه انزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الجرس وادعم الفيديو بلايك اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.